وسهلا. أهلا وسهلا، وبحب أشكر كل هالعائلة اللي عم تحضر هالحضرة، وشكر خاص لواحد معنا كمان هو بنيو تي في، أخ وزميل اسمه عيسى قمر. ما فيكن تمنعوه، هيدا عمله هو. بس تنحط هالحضرة على الويب بيبعت لي إياها، وبيبعت لي بس مريم بيشيل كلها والبرامج مثل ما بدك بعتها. دغري بتفوت من البيت الأبيض وما فوق، ما في إلا هالحضرة الوحيدة. فإذا كلنا عم نتعاون، كل واحد عم بيشتغل بهالحضرة وبيبعت دغري، بس أخلص أنا هون بحطوه على الويب ومدري شو يوتيوب وبيبعت لي إياه، دغري عم بتفوت على ملايين من الناس. عم بيفتش هلأ جديد هالجيل ما دون 30 أو 40، وما دون 40 ما بقى يصدق بديانات ووسيط بينك وبين الله. من 2000 سنة لليوم ما اجا ولا مسيح أسود. شو المسيح جلدي يعني؟ تغير له جلده؟ ما في ولا مرة؟ لوكريس بورجيا كانت مرة. فإذا نحن كلنا بشر وكلنا بنغلط، بشكر البطرك عنا، قال ما أنا إلا بشر وبغلط وهيك، بس طرقت، بس بدي كلام مش يتعدى اللسان والأذان، بديها فعل. منك بحاجة لتكون خوري ولا راهبة ولا شيء، أعمالنا من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. حلوة كتير، أنا هي جبتها معي من برا 7 ما معروف وجاهن، نسوان رجال كبار صغار سود بيض من هون ما من هون، هالسبعة هني 7 مقامات كلهم ساندين بعضهم، كلهم بيتعاونوا مع بعضهم البعض. بتتذكروا هالقصة؟ الملك، الحاكم، مين ما بدكم، جيب أهم رسام تشكيلي، اشكيلك وتشكيلي، قال له بدي إياك ترسم لي صورة أجمل إنسان في على وجهه هيك البراءة، الطفولة، النور، المسيح المستنير. ورجع تاني الشيطان يعني ها وها الرسم تاني، قال له بدي وقت شوي، قال له كيف بدك شوي، أنا بدي كافيك، قال له طيب بس بدي فتش على من هيني يعني، بدي فتش وين بدي لاقي، وأنا وإنت بدنا نرسمها يعني، بكفيك وبتكفيني، ما تخاف ما رح تموت إلا ما تشوفن الصور، حط بفكرك أنت كمان عم ترسم معي. قال له أنا قلت لكل الفنانين بس هيئتك أنت اللي رح ترسمها قبل غيرك. قال له لأنه أنا بدي أرسم الشجرة، بقعد أنا وياها الشجرة تصير فيي وهي عم ترسم من خلالي. وهيك كتب مريم، بحط الاسم بس حماية، كلنا عم نكتب وكلنا عم نحكي وانا عم بسمع منكم. فتش هيك لا شب حبيب قلبي، وجهه عم بيشع بالنور وبالبراءه وهيك، قال له ليك بدي اطلب منك هالطلب، بدي ارسمك هيك مثل ما انت، ما رح اقول لك شيء. انبسط هو كمان، وامه انبسطت لهالشب ورسمه. قال له هالهدية بدي أقدم لك إياها صدقة من الحاكم، كيس ذهب. قال له لا يعني لا أنا ولا أمي بحاجة، أنا فلاح وفلاح مت في سلطان مخفي يعني، الملك بياكل من وقت أنا وبي بنزرع. ومرقت الأيام، بدي أفتش على واحد شكله يكون شكل غضب وشكل شيطاني وشكل رعب وشكل تعرف كيف، وين بدي اروح وين بدي اروح، على السجون، فيت على السجون، فيت على المقهى الادمان، فيت هون فيت هون فيت هون. صار يفتش، التقى بواحد شكله هيك يا ريت حيوان، شيء مدري كيف هو، واسنانه هيرين وشعراته انه هيك شعراته مقمزين هون وهيرين مدري كيف هو، وعم بدخن وشكله يعني مزعج كتير. قال له
بدي اطلب طلب منك يعني، بس بدي صورك، انا رسام بدي بس ارسمك، عم فتش على انسان هيك تارسمه. رسم رسم رسم. بعد شوي في نهار هو عم بيرسم صار يبكي، هيدا الشكل الشيطاني. قال له ما تأخذني لا تكون انا اذيتك دخيلك. قال له لا، وصار يبكي. قلت له طيب قل لي ليش عم تبكي؟ قال له انا من زمان يلي رسمتني حط راسه على كتفه وبكيوا اتنينه. شو اللي صار فيك هيك؟ جربني الشيطان وصار فيي الشيطان. لا تجرب المسيح تجرب. قال له إلا عبادك الصالحين. خلصت هالرسمة وقال له هيدا مبلغ. قال له لا، روح اعطيه للإنسان اللي بيستاهله، أنا ما بستحق. راح لعند الملك أعطاه الصورة، قال له ما أخذ. قال له فيك تحوله؟ قال له أنا ما بقدر، ما في إلا الله اللي بيحول، ولا أنت الملك. إذا هو ترانسميوتيشن ترانسفيجوريشن. قال له كيف فينا نحوله؟ قال له بنوايا نقوي نوايينا، حتى نجيب أضعف الناس الفقراء ونطعميهم ونلبسهم ونعطيهم اللي بدكم إياه، ويكونوا يحطوا دعاء لإله. وصارت هالناس تبعث نوايا وتبعث نوايا وتدعي وتدعي. يوضا صار المسيح، من منا بلا خطيئة فليرجمها بحجر. كلهم زدوا الحجر. فاتت جابت قنينة العطر وكبتها على اجري. قال له يوضاس كنا منبيعها ونطعم الفقراء. قال له الفقراء عندكم في كل حين، هي عم تغسل حالها مش عم تغسل لي اجري يا يوضاس. وتركت كل شيء المجدلية ومشيت مع المسيح. ما حدا غيرك بحبني، قالت له. ورحت معه على الهند، قروا كتاب انجيل توما، حبيت الخردل ذا ماستر سيد. وقت بتشوفوا هالالوهيه فيك وفيي بتشوفها وين ما كان، اينما توليتم، مثل اللي فات على المسجد ومعه عصايه مطوع، اجريك باتجاه الله باتجاه القبله وانت قاعد هون بالمسجد. قال له شوف وين ما في الله وحط لي اجري. اينما توليته في قبيله اسمها التهامه، يا الله عنا بالسعوديه، كلنا ملك هالدنيا ويا مالك الملك. وين ما رحت هيدا بيتك؟ وين ما رحت؟ شو ما شفت هيدا الك؟ بس شبعوا من هالدنيا. التهامه ما بدهم دين، بس قلت لهم هيدا الدين. عندهم الاخلاق، عندهم الشجره الزريعه، بس بعدين لما شافوا المال خلص. هيدا الشيطان، الا عبادك الصالحين. فيك انت تتصرف فيه؟ نعم. انت تتحكم بالسياره، انت تتحكم بالموبايل، انت السواق. مش هي كل النهار اليوم عم نعمل هيك؟ شو ما شفت آلة، انت آية، اتحكم بهالآلة. مش ايه انا بحط دعاية للساعة، يعني انا بتأسف عنك، عيب كيف فيك تعمل هيك، بسميك كلام المداس. بحاجة انت تكون سلعة، مثل هيدا قال اللبناني نكتة، بس يمنى نكتة. كل دخان في نار حقيقة. عمل حادث نقطشت ايده واجره هيك، وين الساعة؟ وين السيارة؟ ولخي نقطشت ايدك واجرك بالك بالساعة وبالسيارة؟ هيدا قيمته. الناس ما بتطلع فيك إذا ما عندك سيارة فخمة مفحمة ومشحمة ومدري شو ماركتها،
برا ممنوع خلاص. هالسيارات المفحمين والمشحمين ويلي انت رقمك واحد 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 واحد. انتبهوا انت مش عدد. You are not a number, remember you are a member. نحن عدة. إذا مستويك منحط هالقد أكيد بدك ناس قدامك ووراك وشخصيات وهيك وهيك. المهم تجيب مصاري بس. أي محطة بتجيب أكثر مصاري؟ هل محطة؟ هيدا انحطاط. أنا إذا غلطوا الشباب وحطوا لي مدري شو بيقولوا له هيدا الأخبار هيك زيح بتعرفين دغري بيعتذروا. لا ما بدي أبدا. هيدا برنامج تلفزيون بقدم شو عنده وأنا بقدم شو عنده. كل ميل وسائل الإعلام ميل حرام ما تعاطوا معهم. عند الأحمديين وقت اللي بتسأل سؤال كلهم حاطين لابتوب وبيجاوبوك. ما بتستعمل تليفون ما في تبذير. قد ما فيكم ما تبذروا خصوصي بالمي. هلأ ما في مي. كلنا فينا نلاقي طرق. قد يجي وقت تشرب البول مش بول الإبل بول الهبل. الكرة الأرضية كلها عم تنتفض ما فيها تتحملنا. وين راحت البرمودا والأطلانتس؟ الكتب موجودة بتقعدوا تقروا وعملوا الميرور جيزينج وبتفوتوا بتخترقوا المجرات. بس ما تلتهوا ما تميلوا من مول لمول. عدوا بالبيت تروح تشتري تتهتري. شو بدك فيهم هول اشتريتهم؟ لحني إلك كل شي بتطلع فيه هيدا إلك. فإذا إن تكون السيد والحسيب والرئيب على نفسك ما فيك أن تمنعوا هالرجال. لحوة فيرال نوفا بيجيب كل الفضايح بالأطباء بالمستشفيات بالإدوية بالأكل. محتاج يقعد تقرأ. عنده موقع خاص ما بده شي منك. في ناس عندها أخلاق لو خليت بليت بأمة العرب ما في إلا محمد كيلاني. ولأنه حط هالفضايح تلفزيون الرؤية قالوا له دخيلك بناخذ مريم نور. يعني قلت له هي أستاذة يعني حط براهين بسرعة كيف بتصح. لحوة مين عنده أي سرطان كبد ما كبد ولا شيء رح بإيده تأخذها عندي من البيت أو من عند أجو. بس بدون ما تغير أكلك انتبه ما بتستفيد. هاي محاية. إذا بتمحي كتير بتخزق الورقة بتموت. غيروا أكلكم غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم وهيدا دعم بسيط. ومما يليك ما بدنا نستورد أبدا لحي. هاي مغناطيس تعملها هيك بالتراب بالرمل وين ما كان في حديد. بتاخذ هالحديد وبتحطهم بالمي بتسقي المريض بتسقي الزريعه بتسقي خلص صار عندك حديد بجسمك. لحي مغناطيس كلكم فيكم تعملوها. احضروا كل اللي بيحكيهم كيلاني كل نهار جمعه. شفت هاي الحلقه من زمان مش الك هالحضره. هيدي حضرة. يا حضرة السيد على نفسك. آخ ومنحطون مراحل تطور الفكر. حرية حرية. أنا أيامي هيك سنة قبل 14 الحرب العالمية الأولى هيك والثانية. حرية حرية بعدين حريات حريات. هلأ حوريات حوريات. هلا الحوريات بيجوني احلى جابوا كلاس موديل جديد بهونيك. ما تروحوا لي على حوريات الضاحيه وحوريات مدري وين هون. هودي شيء قديم يعني عمره الوف السنين. هلا في حوريات جديده رح احكي عنه. من ليبيا اخذوا الطبيب شده عمره 14 سنه قال كلاوي تعبانه والبي ما قال شيء وصاروا يعني غسلوا له كلوي ويحطوا له مكاناته. شفته بمصر قلت له تعال انت امك لعندي. ما غسل كلوي. نعم وهلا لحوه بلندن مع اوليفر وسيف علي. محمد شكري
بتمنى ترجع على ليبيا، نحن بحاجة إليك بالأمة العربية. وكلنا بنغلط، اللي ما بيغلط ما بيكون حي، لأنه هالطبيب بده يفتش عزبونات للمستشفيات. مريم كانت واحدة، هلا قال لهم أوباما صارت منا واحدة، هي عم بيزيدوا. الحقيقة اجت لنخبة النخبة مش لكل الناس. شو عم بيعمل هلا محمد شكري؟ يا حبيب قلبي سيف عم بيعلمه يرسم. أنا كنت بحب دق جيتار أو ألعب الناي أو هيك شيء أشياء تانية، يعني مش بس أقرأ وأكتب. كلنا شو ما كان عمرك، حاولت ارجع على الجامعه الامريكانيه، وانا من هون تخرجت. خافوا كل الاساتذه شو بدها تدرس، قلت له بدي ادرس دين. تشوفوا ما عندكم دين، طب ما عندكم طب، اخلاق ما عندكم اخلاق، كلتشر ستاديز هذه منا موجوده، ده كله بس شهادات على الورق. عم بيرسم بمي، مواد رسم، وهلا اشوفه كمان ملح بحط. شاب صغير، شوف هالرسم. وشو عم بيقول لي سيف؟ قال لي كثير حلو انه الاستاذ يكون تلميذ عند هالاستاذ، هو بيعلمني. teach what you need to learn، علم اللي بتحب تتعلمه يا حبيب قلبي. ان شاء الله يا سيف تقدر تطلع من لندن، ونحن بحاجه لك. اهلك بالاردن وانت عراقي، بحاجه لك بالامه العربيه. إذا ما قدرنا نعمل جماعة وجمعة ولمة بالأمة العربية بنكون فاشلين، بنكون عبيد برا عند الأحرار. هيدا ملح من رسماتك بتعيش. احضروا فيلم ماي ليفت فوت، ما في شيء بيتحرك إلا أصبعه واثنين بإجره الشمال. أغلى رسمات يلي بيرسم بتمه، ما تحطوا ريشة هون، بالتم فيك ترسم. إذا ما عنده إيدين ما عنده إجرين. نعم رح أقراها. حسب الإحصائيات العالم العربي بينتج 5000 كتاب بالسنة، بينما أمريكا 300,000 كتاب بالسنة. شوفوا هالمقارنة. الطفل العربي بيقرأ 7 دقائق بالسنة، الطفل الأمريكاني ساعة بالنهار. واكتشفت الإحصائيات إنه أوروبا بمعدل 35 كتاب بالسنة، الأوروبي الإسرائيلي 50 كتاب بالسنة. مستوى العالم العربي 80 رجال تيقروا كتاب واحد بالسنة، بيلقلقوا لبعضهم وبيقولوا شو قريوا. نعم الثقافة بأوروبا كتير قوية، بينما بالأمة العربية ممسوحة. وإسرائيلي واحد بيساوي 5000 عربي. هالحقيقة أمة اقرأ لا تقرأ، وإذا عم تقرأ ليس بالقدر الكافي، وإذا فهمنا ما فينا نوصلها، وإذا وصلناها منوصلها غلط. يا أمة اقرأ، أنا فت على تلفزيوناتكم كلكم التلفزيون اقرأ، قلت له ما بقى في أوسخ من هيك، كلكم تعالوا لعندي على بيت مر ويم نور، وبتشوفوا النظافة، بتشوفوا أفقر بيت وأغنى بيت. ليش ما عندك برديات؟ حط زريعة على كل الشبابيك، وقت عندك شجر. شو صار بحياتنا؟ أنا حطيتهم بالكتب بس ترجمتهم من قلبي مش من القاموس، لبقى ترجموا بالقاموس. هلا نحن بالقرن قرن 21. قال له يا حكيم يعني مرتي عم بتحب تطير علي وهيك، ليش ما طلع القرون؟ او لك الكالسيوم عندي ضعيف. نحن بالقرن 21 بيوتنا كبيره وعيالنا صغيره، عنا كثير بس قيمتنا ما قلنا قيمه، عنا مقتنيات، انا عندي قصر، انا عندي هيك، انا بس شو قيمتك؟ سياراتنا فخمه بس علاقتنا أحلى مع السيارة مش مع بعضنا. شهاداتنا عالية وعقلياتنا واطية. معاشنا كبير بس عيشتنا شيء حرة. عم نزيد السنين على حياتنا بس راحت الحياة من السنين يلي عمرنا إياه. وصلنا على القمر وما بنعرف جارنا من هو.
ما منسلم على الجار بس طلعنا على القمر. نصرف كتير مصاري بس ما مننبسط فيهم، ما في متعة، بدنا المتعة هيديك. وجبتنا سريعة كتير بس ما عندنا هضم، ناكل كتير بس أكلنا ما في غذاء وما في شفاء. نضحك قليل وضحكتنا وكد جلقة وحزننا كبير. نحكي قليل ومنكذب كتير صرصرة. منسهر كتير ما منصلي أبدا، هل بتسموها صلاة؟ ما فيها صلة وما فيها تواصل. شو السبب؟ شو اللي خلينا نوصل لهون؟ نحن بسببنا، هيدا بما كسبت أيدينا. حطوا الكتاب خير جليس، هيدا أهم شيء، بتقعدوا تقروا أي كتاب أنت بتحبه. أنا بحب الكتاب اللي عندي يلي بيغيرني، يلي بيحكي. أول ما بلشت أقرأ قلت عم بيقول اللي ما فيني أقوله، بس أنا هيك عم حس. هو قدر يعبر لأنه اختبر، والاختبار سبق التعبير. مشان هيك الكتاب عندي خير جليس، وبتمنى يكون في جماعة. إذا كنا شي عشرة بأمة العرب، إن الكرامة قليلة، هيا نتفتش على صديق صعب تلاقيه. كان الجار للجار، هلأ الجار مفشي الأسرار. في أمل صغير خبرتكم، بدي يكون بالخنشارة بس للمرض جسديا، ولكن مطرح تاني ما رح قلكم وين، مع الولاد من 1 لـ7 أميتهم حبلي بولد مشوه، أو هالولد المشوه عم بيموت، حتى لو بالكومة لو بالغيبوبة، خليهم يموتوا بفرح، بحطوا فرح بالدنيا. هول اللي بدهم يزيدوا هلأ السلام. وقت صارت هون مجزرة بلبنان، كان فيهم 3 مسيحية والباقي مسلمين، قال تفنون مع المسلمين بيهم. قانا الجليل مجزرة هون بلبنان. الموت بيوحدنا، ما في مسلم مسيحي بالموت. وقت اللي رجعت وفتحت بيوت بالأمة العربية بسوريا، ما إلي ثقة إلا بزينة بس، سوق الضيعة اللي اسمه بيت الحق. كنت أعطيه كل شهر 2000 دولار، تدفع 2000 دولار لواحد سوري، ما إلي ثقة فيك أبدا. بيت الحق مدري شو اسمه، علاء السيد، ولا نهلة بمصر، ولا حدا، كلكم، ولا هيل بصيدا. مين كرمكم مثلي إعلاميا ماديا سند؟ شو عملتوا؟ تجارة؟ كذبوا نفاق؟ مشان هيك ما قالي سأل لنفسي نفسي نفسي. طيب قطع نفسي وقت كان في بيت السلام، في واحد صادق كان قال لي نرجع على أمريكا، هو مجنس كمان، قال لي هون لبنان منك شايفة كلهم كذابين وحراميين، كل اللي بيجوا لعندك على بيت السلام 99.99%. قلت له لا، فرح العطاء اللي اعطيته مؤسسة كبيرة، سكر بيت السلام، ما سكروا، محامي مع محامي. رجعت جبت محامي تاني شليطة شلط ومسكر. ما بدي افتح ابدا مركز، في عنا كثير بيوت، في من ناس عم تجي وبتقدم ميل، مريم اذا بدك رجعي افتحي بيت، ورجعي بدي انسان. اهلا وسهلا فيكن على بيتنا بالأشرافية وأشرافيك، إذا جاي تصح من السرطان وسكري ما بدي اياهم. إذا جاي أنت تكون الساجد بهالجسد، هيدا المسجد. أنت تكون ساجد للواحد الأحد، تتعرف على نفسك. شو دورك وشو جاي تعمل؟ لبدي أمي وبي وأختي وخيي، كلها كذب، إيدك مش إيدك يا فاطمة. ولادك مش ولادك، هيك بيموتوا، وأنت أول ناس لحقتيني. بصير عندك الكشف، كلنا، هلأ زمن الكشف. بأمة العرب بعد ما في مطرح أبدا صادق، فرادا أتيتم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون. قريبا رح كون بدبي بشار أنطون، لأنه زرع سوريا بده يفوت على الجيش إن شاء الله.
في أمل بكل بلد عربي يكون في 3-4 بس. وتعملوا أنتوا هالجمعة حيدا هي إني أهل الذكر أهل الصفا، ما بدكن ميل، ما بدكن تياب سرامي وشراطيط، حذاء واحد بكفيك وبدلة وحدة. الهونزة بيلبسوها بس يكبر بيكبرولو إياها بعدين تيموت فيها، هي الكفن. خلص عن شبع مش عن جوع، عن غنى استغنى جسد فكر روح. جوزتك وطلقتك بثلاثة قال الإمام علي. ما بدنا شريعة، شريعة لقسوة القلوب يا علي. ولكن أنا بست الحجر، أنت كمان صلوا 55 مرة. 55 مرة بدنا نصلي؟ 5 مرات. وخمس مرات قال لهم خلص، قال لي الملاك قال 5 مرات. يعني هي هالصلوات الخمسة منا شريعة، منا أنك تروح وتجي وهيك، لا، هي تواصل بهالخمس طاقات. حنة المسيح عمل هيك، الله ربطها. كل الناس عندها هالكرامات، انت تكون من أهل الذكر، من أهل النور بهاللحظة بهاليقظة. Thank you.